مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم العامة عبر فضائية الأنروة. درسنا لهذا اليوم بعنوان الأحافير. الديناصور، الماموث، ثلاثي الفصوص، كائنات عاشت قديما. كيف عرف الإنسان بوجودها؟ هل هناك أنواع أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها بعد مشاهدتنا لهذا الدرس. في هذا الدرس أصدقائي سنعرف المقصود بالأحفورة، كذلك سنتعرف على مراحل تكون الأحافير، سنتعرف على أنواع الأحافير وأيضا على أهمية الأحافير. لنبدأ درس اليوم. تعلمنا سابقاً أنه عندما تموت الكائنات الحية تقوم كائنات محللة كالبكتيريا مثلاً بتحليلها، ولكن بعض الكائنات الحية قد تحفظ حفظاً طبيعياً وبعد مرور آلاف السنين تتحول إلى حجارة وتكون ما يسمى بالأحافير، وهو عنوان درس اليوم. فماذا نقصد بالأحافير؟ يقصد بالأحافير أصدقائي أنها بقايا لكائنات حية، نباتات أو حيوانات عاشت قديماً، ثم بعد ذلك وعند موتها حفظت حفظاً طبيعياً. إذن الأحافير هي بقايا أو آثار لكائنات عاشت قديماً، نباتات أو حيوانات حفظت حفظاً طبيعياً. ولكن كيف تكونت الأحفورة؟ وما المراحل التي حفظت بها حفظاً طبيعياً؟ لنتعرف على ذلك دعونا نشاهد هذا الفيديو. الأحافير دليل على كائنات عاشت قديماً، وهناك أنواع عديدة من الأحافير والتي تكونت بطرق مختلفة. يبدأ تكون الأحفورة عند موت الكائن الحي، حيث تبدأ أجزاؤه الطرية وأعضاؤه بالتحلل بفعل كائنات حية كالبكتيريا، وتبقى العظام والأسنان. مع مرور ملايين السنين تقوم التربة بتمر الأحفورة، وبفعل الضغط الشديد يتحول الرمل حول الأحفورة إلى صخور، وفي النهاية تستبدل مكونات العظام والأسنان بالمعادن مع احتفاظها بنفس الشكل. وبعد مرور ملايين السنين ومع عوامل التجوية تتكشف الصخور لتظهر الأحافير على السطح ويتم اكتشافها. بعد مشاهدتنا للفيديو السابق دعونا نلخص المراحل التي مرت بها الأحفورة. في البداية يموت الكائن الحي، وتقوم كائنات محللة كالبكتيريا كما قلنا بتحليل الأجزاء الطرية منه، وتبقى الأجزاء الصلبة. وكما لاحظنا في الفيديو بعد ذلك يحدث عملية دفن وطمر سريع لهذه الأجزاء الصلبة، وذلك يحميها من التحلل. ولكن في بعض الحالات يتم دفن سريع للكائن الحي كاملا، وتبقى الأحفورة كاملة بكافة الأجزاء، وهو نوع سنتعرف عليه في جزء قادم إن شاء الله. وبعد ذلك أصدقائي تملأ هذه الأجزاء الصلبة بصخور رسوبية رملية أو جيرية أو غيرها من أنواع الصخور الرسوبية. بعد ذلك تتراكم هذه الطبقات فوق الأحفورة، مما يؤدي إلى أن تتحول إلى أحجار وتتكون الأحفورة في صورتها النهائية. إذن تعرفنا على مراحل تكون الأحفورة، لكن صديقي هل جميع الكائنات الحية تتكون لها أحافير؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر حتى تتكون الأحفورة؟ لنتعرف عليها معا. حتى تتكون الأحفورة صديقي يجب أن يحتوي جسم الكائن الحي على أجزاء صلبة كالأصداف كالعظام كالجذور كما تلاحظ في الصور التي أمامك. أيضا يجب أن يحدث عملية طمر سريع، وذلك ليمنعه من التحلل. وكذلك يشترط ألا تتعرض الطبقات الصخرية والتي تحتوي على أحافير إلى حركات عنيفة كالزلازل والبراكين، لأن ذلك يؤدي إلى تشوه الأحفورة. دعونا الآن نجيب على السؤال الآتي. رتب معي خطوات تكون الأحافير. لاحظ الصور التي أمامك، فكر جيدا قبل أن تجيب على السؤال.
الآن ما هي الخطوة الأولى؟ أحسنت، إنها الصورة التي أمامك والتي تمثل تحلل الأجزاء الطرية من الكائن. أما الصورة التي تمثل المرحلة الثانية، أحسنت، إنها الصورة الأولى. لاحظ معي كيف بدأت الصخور الرسوبية تملأ الأجزاء الصلبة. كذلك المرحلة الثالثة، إجابة صحيحة، إنها الصورة رقم 3 والتي تمثل بدء تكون طبقات صخرية فوق هذه الأحفورة. الصورة الأخيرة رقم 4، نلاحظ أن هناك العديد من الطبقات، ذلك يعني مرور آلاف السنين وتحول الكائن أو أعضائه الصلبة إلى أحجار. ولنتعرف على أنواع الأحافير ونصنفها معا، تابعوني ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى. تعرفنا قبل الفاصل أن الأحافير هي بقايا لحيوانات ونباتات عاشت قديما وحفظت حفظا طبيعيا. تعرفنا على مراحل تكون الأحفورة، شروط تكون الأحفورة، ولكن ألاحظتم أين وجدت الأحفورة؟ لعلكم تذكرون في الجزء الأول أننا ذكرنا أن الأحفورة توجد في الصخور، أحسنتم، في الصخور الرسوبية. ولكن هل يمكن أن نعثر على الأحافير في صخور أخرى النارية والمتحولة؟ لنجيب على هذا السؤال دعونا نتذكر معا كيف تكونت الصخور النارية. تتكون أصدقائي الصخور النارية، إجابة صحيحة، تتكون من تبلور الماغما، والماغما درجة حرارتها عالية جدا، وبالتالي سوف تصهر أي بقايا موجودة بها لأي كائن كان، وبالتالي لا يمكن إيجاد أي أحافير في الصخور النارية. أما الصخور المتحولة فهي تتكون نتيجة تعرض الصخور النارية والرسوبية إلى ضغط وكذلك إلى حرارة. ضغط وحرارة لصخور النارية والرسوبية تحولها إلى صخور متحولة. إذن وإن احتوت الصخور الرسوبية على أحافير، فإن تعرضها لضغط وحرارة أثناء تحولها إلى صخور متحولة يؤدي ذلك إلى تشوه الأحفورة، وأيضا يؤدي إلى طمس معالمها. إذن توجد الأحافير غالبا في الصخور الرسوبية. وهناك أصدقائي أنواع مختلفة من الأحافير كما تلاحظون في الصور التي أمامكم. وقام العلماء أصدقائي بتصنيف الأحافير وذلك لتسهيل دراستها بناء على معايير مختلفة. في درس اليوم سنصنف الأحافير تبعا لطريقة تكونها. كما سنلاحظ تصنف الأحافير تبعا لطريقة تكونها إلى أحفورة البقايا الأصلية، أحفورة البقايا المستبدلة، أحفورة القالب والأنموذج، وكذلك آثار الكائن الحي. لنبدأ وأحفورة البقايا الأصلية. أحفورة البقايا الأصلية أصدقائي لها نوعان، وهي جسم الكائن الحي كاملا وكذلك حفظ الهيكل الصلب. لنبدأ وجسم الكائن الحي كاملا. لاحظ معي صديقي الصور التي أمامك والتي تمثل أحفورة البقايا الأصلية جسم الكائن الحي كاملا. ماذا تلاحظ؟ لعلك تلاحظ أن الكائن حفظ بكامل أعضائه، بكامل أجزائه الطرية الصلبة. الصورة الأولى صديقي تمثل أمامك حشرة، هذه الحشرة وقعت في إفرازات أشجار الصنوبر القديمة، بعد ذلك تصلبت هذه الإفرازات وحبست بداخلها هذه الحشرة بكامل أعضائها وأجزائها الداخلية. أو قد يتم طمر الكائن الحي كاملا تحت الثلج كما تلاحظ في الصورة التي أمامك. في الصورة الثانية تمثل حيوان الماموث، هذا الحيوان وجد مطمورا تحت الثلج، وجدوا أعضائه كاملة، حتى الشعر الذي يغطي جسمه قد وجد. إذن صديقي النوع الأول من أنواع البقايا الأصلية هو جسم الكائن الحي كاملا، وأمثل عليها نملة، حشرة في الكهرمان، كذلك أي كائن موجود تحت الثلج كالماموث مثلا. والنوع الآخر أصدقائي هو حفظ الهيكل الأصلي، بعد أن تتحلل الأجزاء الطرية يبقى الجزء الصلب من هذا الكائن، بعد ذلك تحدث له عملية طمر سريع،
وتترسب الصخور الرملية والجيرية كما تحدثنا سابقا. وكما تلاحظ، الصورة الأولى تمثل هيكل عظمي لحيوان الديناصور، وهو أحد الحيوانات التي انقرضت قديما. كذلك الحلزون كما تلاحظ في الشكل، حيث أن وجود الأجزاء الصلبة ساعد في تكون هذه الأحافير من هذا النوع. ومن الأمثلة على ذلك أصدقائي، بالإضافة إلى الديناصور والحلزون، الأخشاب وكذلك جذور النباتات. أما النوع الثاني أصدقائي فهو أحفورة البقايا المستبدلة. لاحظنا في النوع الأول كيف أن الجزء الصلب قد احتفظ بتركيبه الكيميائي، ولكن في بعض الحالات أصدقائي قد تتحلل الأجزاء الصلبة وتكون مكانها رمال. هذه الرمال سوف تتحجر وتكون لدي أحفورة البقايا المستبدلة. والصور الآتية أصدقائي تمثل نماذج لأحافير من نوع بقايا مستبدلة. تمعن جيدا في الصور التي أمامك. لاحظ كيف يترسب الرمل والمعادن بفعل المياه الجوفية مكان الأجزاء الصلبة للكائن الحي كالعظام وأجزاء النباتات. دعونا الآن نتعرف على النوع الثالث من أنواع الأحافير، وهو أحفورة القالب والأنموذج. الصور التي أمامك تمثل أحافير، أحدها قالب والآخر أنموذج. لاحظ جيدا الصور التي أمامك. فالقالب أصدقائي يتشكل بعد دفن الأجزاء الصلبة في الوحل أو الطين. بعد فترة من الوقت يتحلل هذا الجزء الصلب، تاركا منطقة مجوفة وفارغة كما في الصورة التي أمامك. ثم بعد ذلك تترسب الرمال أو رسوبيات أخرى في هذا القالب، وتأخذ شكله بعد فترة من الزمن وتعطيني الأنموذج. إذن الصورة الأولى لديك هنا صديقي تمثل قالبا، أما الصورة الثانية هنا تمثل أنموذجا. واعتبر العلماء أصدقائي أي دليل أو أثر على وجود الكائنات الحية هو أحفورة، لذلك اعتبروا آثار الكائن الحي أحفورة بحد ذاتها. ومثال على ذلك أصدقائي الصورة التي أمامك، والتي تمثل طبعات لقدم أحد الحيوانات كما في الشكل. وذلك صديقي يشبه تماما عندما تدس عن طريق الخطأ على منطقة غير جافة من الإسمنت، سوف تلاحظ أن قدمك قد شكلت طبعة أثر. هذه الطبعة والأثر إذا ما تساقط عليها قليل من الرمل وجاف سوف يكون لدي أحفورة وتحفظ على مر الزمان. ومن الأمثلة عليها طبعات حيوان الماموث. دعونا الآن أصدقائي نصنف الأحافير الآتية حسب أنواعها. الأحفورة التي أمامك ماذا تمثل؟ لاحظ معي إنها أحفورة لنبات. هذا النبات هو نسيج رقيق. النسيج الرقيق يتحلل مع الوقت تاركا خلفه بقايا مستبدلة. إذن الجواب هو أحفورة البقايا المستبدلة. أما الصورة الثانية أصدقائي فتمثل كما نلاحظ، أحسنت، إنها هيكل عظمي لكائن عاش قديما. إذن نوع الأحفورة هو أحفورة البقايا الأصلية من نوع الهيكل الأصلي. إذن هناك العديد من الأحافير ذات الأنواع المختلفة، ولكن يا ترى ما أهميتها؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجزء الأخير من درس اليوم. مرحبا بكم مرة أخرى. تعرفنا قبل الفاصل على المقصود بالأحافير وأنها بقايا لحيوانات ونباتات عاشت قديما. لاحظنا كيف صنف العلماء الأحافير، وذلك بناء على طريقة تكونها. ولكن ما أهمية الأحافير؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الجزء من الدرس. للأحافير أصدقائي فوائد مختلفة، نذكر منها التعرف على أنواع الكائنات الحية التي عاشت قديما، كذلك معرفة التغيرات المناخية والجغرافية التي حدثت الأرض، أيضا اكتشاف الثروات المعدنية، وكذلك تحديد أعمار الصخور الرسوبية. في البداية استطاع العلماء من خلال الأحافير التعرف على كائنات عاشت قديما، ومثال على ذلك حيوان الماموث والديناصور. كل هذه الكائنات لم يستطع الإنسان معرفة وجودها إلا من خلال الأحافير. وأيضا ساعدت الأحافير العلماء على معرفة التغيرات الجغرافية والمناخية التي حدثت على سطح الأرض.
مثال على ذلك عندما وجدوا أحفير لسمكة في جبال القدس. يا ترى كيف وصلت هذه الأحفورة إلى جبال القدس؟ ذلك دليل أصدقائي على أن جبال القدس ويوم من الأيام كانت مغطية بالماء، ثم بعد ذلك ونتيجة لتغيرات جغرافية تحولت إلى منطقة خالية من المياه. أيضا أصدقائي، استطاع العلماء معرفة التغيرات المناخية التي حدثت الأرض، وذلك من خلال وجود أحافير لنباتات تعيش في مناطق باردة، ولكن أين؟ في مناطق حارة. ذلك دليل على أنه في يوم من الأيام كانت هذه المناطق الحارة مناطق باردة. وكذلك أصدقائي، استطاع العلماء اكتشاف الثروات المعدنية من خلال الأحافير، حيث وجد العلماء أن هناك كائنات إذا وجدت في بعض الصخور تدل على وجود الثروات المعدنية كما في الصورة التي أمامك. كذلك أصدقائي، استفاد العلماء من الأحافير في تحديد عمر الصخور الرسوبية، وبالتالي استطاعوا تقدير عمر الأرض. يا ترى كم يبلغ عمر الأرض؟ قدر العلماء أصدقائي عمر الأرض ب 4600 مليون سنة. طبعا قام العلماء بتقسيم هذا العمر إلى أزمنة مختلفة بناء على الكائنات الحية التي عاشت فيها. ومن خلال أصدقائي السلم الزمن الجيولوجي، قسم العلماء تاريخ الأرض إلى عصور مختلفة بناء على الكائنات التي عاشت في كل فترة. يبدأ السلم الزمن الجيولوجي بفترة ما قبل الكامبري، ثم بعد ذلك بالحياة القديمة، ثم الحياة المتوسطة، ثم الحياة الحديثة. لنبدأ ومرحلة ما قبل الكامبري. في هذه المرحلة تميزت الحياة بأنها بدائية، وتندر الأحافير التي تدل على هذه المرحلة، وذلك لأن معظم الصخور المتواجدة في هذه المرحلة هي نارية ومتحولة. أما المرحلة الثانية فهي الحياة القديمة. في هذه الحياة القديمة ظهر حيوان ثلاثي الفصوص، وهو من القشريات، بالإضافة إلى غيره من الكائنات المفصلية. تطورت الحياة وبدأت الحياة المتوسطة. في العصور المتوسطة ازدهرت الديناصورات، وهي من الزواحف، ثم بعد ذلك انقرضت هذه الديناصورات وبدأت الحياة الحديثة التي تميزت بوجود الثدييات. وفي آخر هذه المرحلة ظهر الإنسان. إذن السلم الزمن الجيولوجي يتكون من 4 مراحل: المرحلة الأولى ما قبل الكامبري، ثم الحياة القديمة، بعد ذلك الحياة المتوسطة، ثم الحياة الحديثة. دعونا الآن أصدقائي نجيب على السؤال الآتي: الشكل الذي أمامك يمثل ترتيب لطبقات صخرية من الأقدم إلى الأحدث. الآن إذا وجدت أحفورة لحيوان الديناصور في الطبقة رقم 3، السؤال يقول: في أي طبقة توجد أحفورة ثلاثي الفصوص؟ فكر جيدا قبل أن تجيب على هذا السؤال. الآن الديناصور في العصر المتوسط، أحسنت، بينما ثلاثي الفصوص في العصور القديمة. لاحظت وفي السلم الزمن الجيولوجي تترتب الطبقات، حيث تأتي ما قبل الكامبري، القديمة، المتوسطة، الحديثة. إذن الطبقة التي تسبق الطبقة المتوسطة هي، أحسنت، الطبقة القديمة، والتي تحتوي على ثلاثي الفصوص. إذن ثلاثي الفصوص يوجد في الطبقة الثانية. دعونا الآن نجيب على السؤال الآتي: اختر الإجابة الصحيحة. الصخور التي يمكن أن تحوي على أحافير، هل هي البازلت، الرخام، الحجر الرملي والجيري، أم الجرانيت؟ فكر جيدا. البازلت والجرانيت هي صخور نارية، بينما الرخام هو صخر متحول، بينما الرملي والجيري هي صخور رسوبية. فالإجابة الصحيحة هي، أحسنتم، الحجر الرملي والجيري، لأن الأحافير توجد في الصخور الرسوبية. العبارة الثانية تقول أصدقائي: عند وجود أحفورة سمكة في منطقة جبلية. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن المنطقة تعرضت لتغيرات جغرافية؟ هل يعني أنها كانت مسطحة مائيا؟ أم أن الأسماك عاشت قديما على اليابسة؟ أم ألف وباء معا؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنت، ألف وباء معا. قد تكون هذه المنطقة قد تعرضت لتغيرات جغرافية، أو في يوم من الأيام كانت مسطحا مائيا.
إذن أصدقائي، في هذا الدرس تعرفنا على الأحافير، تعرفنا على تعريف الأحافير، على مراحل تكونها، شروطها، وكذلك أهميتها، وأيضاً استطعنا أن نصنفها حسب طريقة تكونها. بذلك يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.